سؤال، ما هي اللغة التي كان يتحدث بها السيد المسيح مع التلاميذ؟ هي اللغة الأرامية. اللغة الأرامية، لأن منذ سبي بابل واليهود اللي راحوا بابل وأشور رجعوا كلهم ما بيعرفوش اللغة العبرانية، لدرجة إن نحمية أرى لهم السفر، سفر الشريعة، وكان يترجموا لهم، يترجموا من العبراني. الآية دي موجودة في نحمية 8:8، كان يقرأ ليهم ويترجم ليهم، لأن كانوا بيشتغلوا بيتكلموا بالأرامية. ولذلك السيد المسيح كثير من الكلمات دي كان بيفسرها ليهم.